قال مصدر عسكري سوري إن أحد أفراد الجيش السوري قتل في ضربة أمريكية على موقع للجيش قرب قاعدة أمريكية تقع بالقرب من الحدود العراقية السورية. كانت دمشق قد أعلنت في وقت سابق أن التحالف الدولي ضد داعش قصف موقع للجيش السوري بين البوكمال والتنف، ما أودى بحياة العشرات، بينما نفى الجيش الأمريكي مسؤوليته.